السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الدارسين والدارسات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ببرنامج التعليم عن بعد. يسرنا أن نلتقي معكم اليوم في المحاضرة الثانية من اللقاءات الحية لمقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425، والمقرر على طلاب المستقبل المستوى الثامن محاسبة. طبعا احنا بدأنا المحاضرة الأولى في هذا الأسبوع، تعرضنا فيها لتعريف المقرر وأهداف المقرر وتوزيع الفصول المختلفة لهذا المقرر، ثم بدأنا بطبيعة وأهداف المؤسسات المالية الإسلامية، النماذج المختلفة للمؤسسات المالية الإسلامية مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار. ثم بدأنا في مفهوم المصارف ومفهوم المصرف الإسلامي، ثم بعد ذلك بدأنا نتحدث عن نشأة المصارف الإسلامية والقواعد والأسس الحاكمة لعمل المصارف. ثم بدأنا في المحاضرة الثانية وهي خصائص المصارف الإسلامية، وهي الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية وعدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء مباشرة أو غير مباشر، وإرساء مبدأ المشاركة في الربح والخسارة. ثم بدأنا في ثم تعرضنا لأنواع المصارف، وهي مصارف تجارية، مصارف غير تجارية، ومصارف إسلامية. بنوك من إدارة النقدية، بيع وشراء وتحصيل الأوراق التجارية، إدارة عمليات الاكتتاب في الأسهم والسندات. طب حاليا الصوت كويس؟ الصوت كويس يا شباب؟ نعم، أنا كويس الحمد لله. الحمد لله. بدأنا بعد ذلك في وظائف البنوك، وهي إدارة النقدية، بيع وشراء وتحصيل الأوراق التجارية اللي هي الكمبيالات والسند الإذني، ثم إدارة عمليات لكف الأسهم والسندات وبيع وشراء الأوراق المالية، ثم تجميع الودائع والتحويلات الخارج، ثم إدارة الاستثمارات المؤقتة، وأيضا إصدار خطابات الضمان والإقراض، وأن البنك يقوم بوظيفة الوسيط المالي. بدأنا بعد ذلك في 1975 أنشئ أول مرة مصرفان إسلاميان هما البنك الإسلامي للتنمية بجدة وبنك دبي الإسلامي، الذي يعتبر البداية الحقيقية للعمل المصرفي الإسلامي، يتميز بكامل الخدمات المصرفية التي يقدمها. ثم في 1977 ظهر بنك فيصل المصري، وبعدها بنك فيصل بنك التمويل الكويتي، ثم البنك الأردني للتمويل والاستثمار، وبدأت تظهر المصارف والبنوك الإسلامية. ما هو مفهوم المصرف الإسلامي؟ المصرف الإسلامي هو مؤسسة مالية إسلامية تقوم بأداء الخدمات المصرفية والمالية، كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في المجالات المختلفة في ضوء قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية. البنوك الإسلامية هو كل مؤسسة تباشر الأعمال مع التزامها باجتناب الفائدة الربوية بوصفها تعاملا محرما شرعا. تعريف آخر، مؤسسة مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها
توظيفا فعالا يكفل تعظيمها ونموها في إطار القواعد المستقرة للشريعة الإسلامية. إن شاء الله حضرات الصوت كويس، بعض الزملاء يقطع. أيوة احتمال، إن شاء الله يستقر الآن، إن شاء الله يستقر، إن شاء الله يستقر الصوت، أرجو أن يكون بدأ الصوت يستقر إن شاء الله. بعد كده يا شباب هناخد خصائص المصارف الإسلامية. أول خاصية للمصارف الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والاستثمارية الإسلامية، والتي قامت عليه البنوك الإسلامية هو الالتزام بتطبيق الشريعة الإسلامية في أمور الدين وأمور الدنيا ومراعاة الشرع في العبادات والمعاملات. أيضا الخاصية الثانية وهي عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء بشكل مباشر أو بشكل مستتر، وباعتبارها من الربا المحرم. طبعا معروفة حضرات هذه الجزئية أن المصارف الإسلامية وأشكالها. أيضا إرساء مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والعدالة في التوزيع، أحد الخصائص للبنوك الإسلامية إرساء مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، وهذا المبدأ غير موجود في أي مصرف غير إسلامي، يعني هو موجود في المصارف الإسلامية فقط، لأن المصارف التقليدية فيها مبلغ بيعطيني عائد، بيعطيك عائد ثابت، هذا العائد لا يتعرض لا للخسارة ولا للربح. أما البنوك الإسلامية فممكن. أيضا بالنسبة لأنه غاية المصارف الإسلامية أنها تساهم في تحقيق ربح مناسب لأصحاب الاستثمارات، أنها لا تتعامل بالربا، أنها تساعد في تأصيل وغرس القيم والمثل والأخلاق الإسلامية، أيضا تساعد في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأمة الإسلامية وتحرير البلاد الإسلامية. طبعا يعتبر المصرف الإسلامي أحد المؤسسات المالية الإسلامية لأنه جزء من النظام الاقتصادي والإسلامي. أيضا في المصارف الإسلامية حضرات لازم يكون وجود هيئة للرقابة الشرعية حتى تبحث أي صيغة استثمارية جديدة. وتلاحظوا حضرات أن أي بنك بيتعين البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، البنك التقليدي حضرات عليه نوعين من الرقابة، اللي هو نقول مؤسسة النقد أو البنك المركزي والجمعية العمومية. أما البنك الإسلامي حضرات فيزيد كمان وجود هيئة للرقابة الشرعية حتى تبحث في كل استغلال في كل نشاط جديد هل هو يتطابق على الشريعة الإسلامية أم فيه أي مخالفة. كما اتفقنا حضرات بناخد كل محاضرة مصطلح ولا اثنين ومصطلحات بسيطة ويسيرة، ويعني تدينا فكرة شوية عن المنشآت المالية الإسلامية. يعني مصطلح مثلا زي كابيتال اكاونت، كابيتال اكاونت، كابيتال اكاونت، المصطلح ده معناه ايه؟ كابيتال اكاونت هيئة مستقلة ولا داخل البنك. ما اعرفش السؤال معناه ايه، انا كنت بسأل عن كابيتال اكاونت. جاني احد اخي كريم فهد يقول لي هيئة مستقلة ولا داخل البنك. ده هو بيسأل يا حضرات عن وجود هيئة للرقابة الشرعية، ان للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية
انها تستقي مبادئها وتطبيقاتها من الشريعه، ولكي يتم الاطمئنان بانها تسير وفق احكام ومبادئ الشريعه لابد من وجود هيئه للرقابه، ايوه نعم، هيئه للرقابه الشرعيه، وهي تلبيه لرغبات المستثمرين، تمام؟ وده طبعا بتكون من خارج البنك، ماشي، ويتم اختيار افرادها من هيئه كبار علماء المسلمين وبعض علماء الاقتصاد الاسلامي، تقوم بمتابعه كافه اعمال البنك لتتاكد من انها في اطار احكام الشريعه الاسلاميه. هذا الكلام ردا على هيئه الرقابه الشرعيه، تمام؟ اما الجزئيه اللي خاصه بكابيتال اكاونت، مشكور من اجاوب، اثنين جاوب مشكورين، فاطمه ومسعود، شكرا جزيلا لكم. فعلا هو حساب راس المال، كابيتال اكاونت حساب راس المال. طيب في مصطلح بسيط ثاني، اسلاميك بانك، اسلاميك بانك مصطلح بسيط جدا، وهو يعني يعتبر للتسهيل، يعني اسلام اسلاميك بانك يعني معناه بارك الله في الاسلام، تمام، ممتازين او ممتازات. بس اسئله بسيطه حضرات، ضمن وظائف البنوك، يعني كل شويه هناخد سؤال بس لغايه ما ندخل، ضمن وظائف البنوك، الف تجميع الودائع، ب الاعتمادات المستنديه، ج اصدار خطاب الضمان، د كل ما ذكر. الاجابه هي ممتاز، شكرا شكرا، فعلا الاجابه كل ما ذكر. اثنين، عدم التعامل بالربا اخذا وعطاء تعتبر احد الخصائص الاساسيه للبنوك، ودي سهله جدا، ام الصناعيه ام الاجتماعيه ام الاسلاميه؟ طبعا موجوده اللي هي الاسلاميه، د، شكرا جزيلا. والخساره يتم التعامل، مبدا المشاركه في الربح والخساره يتم التعامل به في، طبعا الناس كتبت الاجابه اللي هي البنوك الاسلاميه. ضروره وجود هيئه للرقابه الشرعيه للبنوك الاسلاميه، تعني الرقابه الشرعيه للبنوك الاسلاميه تعني مساعده المصارف، الف مساعده المصارف والمؤسسات الاسلاميه للسير وفق احكام ومبادئ الشريعه الاسلاميه، ب تطمئن المساهمين والمستثمرين على ان المصرف يسير وفق التطبيق السليم للشريعه الاسلاميه، ج تطمئن المساهمين والمستثمرين على ان المصرف يحقق اقصى ارباح ممكنه، د الف زائد ب. هو في حد كتب اجابه بس ما اعرف يقصد هي دي ولا لا؟ فهد تقصد السؤال الاخير اللي هي د اللي هو الف زائد ب، نعم اللي هو الف زائد ب، اي انها وجود هيئه. مشكورين، جزاكم الله خير، شكرا ساره وعريض. مبدا ضروره وجود هيئه للرقابه الشرعيه للبنوك الاسلاميه تعني حاجتين حضرات، مساعده المصارف والمؤسسات انها تسير وفقا لاحكام الشريعه، وفي نفس الوقت تطمئن المساهمين على ان المصرف يسير وفق التطبيق السليم للشريعه الاسلاميه. طيب ما هو وجه التشابه والاختلاف بين المصرف الاسلامي والمصرف التقليدي؟ اولا ان كلاهما يهدف الى تحقيق ربح، يعني المصرف التقليدي والمصرف الاسلامي هما الاثنين عايزين يحققوا ربح، كلاهما يهدف الى تحقيق ارباح، ماشي. اثنين، ان كلاهما يخضع لرقابه ماليه من قبل المصرف المركزي او مؤسسه النقد. ثلاثة، أن كلاهما يلتزم بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدر من مؤسسة النقد. رابع حاجة، كلاهما يعد وسيطا ماليا بين طرفان اللي هي الوساطة المالية. دول حضرات أوجه التشابه.
يبقى هما الاثنين عايزين يحققوا ربح، هما الاثنين بيخضعوا لرقابة مؤسسة النقد، هما الاثنين يلتزموا بكافة تعليمات مؤسسة النقد، هما الاثنين بيقوموا بعملية الوساطة المالية. أما الاختلاف فهو الآتي، طبعا جزء حضرات النشأة إن البنك التقليدي يعتبر نزعة فردية مادية، أما البنك الإسلامي فهو أصل شرعي لتطهير العمل المصرفي. طبعا في حضرات اختلاف ما بين النشأة، ما بين المفهوم، ما بين طبيعة الدور ضد التمويل. يعني مثلا طبيعة الدور في البنك التقليدي مؤسسة مالية وسيطة بين المدخرين والمودعين والمستثمرين. أما البنك الإسلامي حضرات لا يتسم دوره بحيادية الوسيط، بل يمارس المهنة المصرفية. يعني هو ما بيقومش بالوساطة بس، لا، بل يمارس المهنة المصرفية والوساطة المالية بأدوات استثمارية وتجارية يكون فيها بائعا ومشتريا وشريكا. ليه حضرات؟ صيغ الاستثمار الإسلامي زي المشاركة والمرابحة وغيره. أما بالنسبة للتمويل فالبنك التقليدي يقوم على أساس القاعدة الإقراضية بسعر فايدة، أما البنك الإسلامي فيقوم على أساس القاعدة الإنتاجية وفقا لمبدأ الربح والخسارة. المتعامل حضرات مع البنك التقليدي يا إما مودع أو مدخر أو مقترض دائن ومدين. أما المتعامل مع البنك الإسلامي فهو صاحب حساب جاري على أساس إما قرض حسن، خراج بالضمان، مضاربة، مشاركة، مرابحة وهكذا. استخدامات الأموال، البنك التقليدي حضرات الجزء الأكبر من الأموال يستخدم في الإقراض بفايدة، أما البنك الإسلامي فالجزء الأكبر من الأموال يتم توظيفه على أساس صيغ تمويل استثمار إسلامي، بيوع، مشاركات، مضاربات وغيره. الفرق حضرات أيضا ما بين الربح والخسارة، البنك التقليدي يتحقق فيه الربح من الفرق بين الفائدة الدائنة والمدينة في عمليات البنك، طبعا بالإضافة إلى الأعمال الأخرى حضرات، لأن برضو البنك التقليدي بيشتغل في عمليات الاستثمار في الأوراق المالية، في المباني، في المشاركة في الشركات، لكن عنده الفائدة برضه جزء هام. أما البنك الإسلامي يتحقق فيه الربح بالأسباب الشرعية من العمل والضمان، تمام، والمضاربات والمرابحات والمشاركات وهكذا. في حالة الخسارة حضرات البنك التقليدي إذا كان مودع، لو أنا مودع في البنك التقليدي لا أتحمل خسارة، إنما يتحملها يعني يتحمل الخسارة المقترض وحده، وحتى لو كانت لأسباب لا دخل له فيها، تمام. في النسبة حضرات الخسارة يتحملها في البنك الإسلامي، يتحملها البنك إذا كان رب مال في مضاربة وفي البيوع، وده حضرات هنتعرض ليها زي ما قلنا المرة السابقة، أو إن لم نكن في المضاربة حضرات، مثلا بيكون واحد صاحب مال وواحد صاحب عمل، إذا حد راء اللي هو تقصير اللي هو لم يؤدي عمله كاملا، ايه يا حضرات اللي هو التأمين التجاري والتأمين التعاوني الإسلامي. احنا سبق اتكلمنا حضرات في المحاضرة السابقة الأولى أن بعض المؤسسات المالية هي عبارة عن بنوك أو مصارف وشركات تأمين. تركيزنا في المصارف، تركيزنا حضرات في المصارف، لكن هناك التأمين التجاري والتأمين الإسلامي. زي ما قلنا حضرات التأمين التجاري اللي هو شركات التأمين الكتيرة اللي احنا شايفينها، لما بتروح تأمن على السيارة بتدفع قسط، إذا حدث لك حادث بتاخد التعويض، وقد يكون التعويض يفوق الخسارة وقد يقل. لكن هنا حضرات في الشركات الإسلامية اللي هو التأمين التعاوني الإسلامي وهو موجود، فهد يقول أن الصوت انقطع.
تعالى يا شباب، الأخ الكريم بيقول الصوت انقطع، هل الصوت انقطع أم واضح؟ ربما يكون المشكلة لدى أحدكم. رجاء يعني بيقطع ويرجع. الله، تبقى مشكلة عندكم يمكن. أنا لا توجد عندي مشكلة. خير إن شاء الله، إن شاء الله خير. ماشي. طيب، في حضرات برضو هنا في مقارنة ما بين التأمين التجاري والتأمين التمويلي الإسلامي. التأمين التعويضي الإسلامي من حيث المعنى، من حيث الأساس الفقهي، من حيث ملكية الأقساط، الأطراف، حساب القسط. أتوقع من الموقع ممكن، والله ممكن. أنا عندي الأمور طيبة، النت كويس والسماعات شغالة، لكن إن شاء الله خير، يستقر إن شاء الله. وحساب القسط والربح. أهم حاجة حضرات في الفرق ما بين شركات التأمين الإسلامي وشركات التأمين التجاري، أن شركات التأمين الإسلامي تقوم على فكرة التكافل، التعاون، إنه مجموعة مع بعض يتعاون كقسط. هذا المبلغ يجمع، من يتعرض عوض خسارته بالضبط، لا تزيد ولا تنقص عن خسارته، تمام، آخر السنة أو آخر المدة. إذا زادت مبالغ من الأقساط توزع على المشتركين، إذا نقصت مبالغ ممكن يعملوا قرض حسن ويوفوا من تعرض لخسارة. ماشي. ده حضرات اللي هو عبارة عن الجزء الأكبر فيه. هل هذه الشركات موجودة؟ سألت عليها وعرفت إنها موجودة، لكن إن شاء الله موجودة، غالبا موجودة، موجود معها بالضبط المحاضرة القادمة. لكن أنا سألت بعض الناس، قالوا إنه هذه الشركات موجودة، وقالوا لي أسماء شركات على سبيل المثال، لكن مش متأكد منها، أنا متأكدتش منها شخصيا. إحنا حضرات يعني بيهمنا برضو إن إحنا ندرس الأنواع الموجودة عامة. الشركات دي موجودة في الواقع العام، هي شركات إسلامية وتنطبق عليها هذا المعنى، لكن ممكن أسألك عليها بالضبط، لأنه إحنا حضرات عندنا في المملكة العربية السعودية، أنا دخلت وشفت شركات التأمين أكثر من 30 شركة تأمين، فاللي واضحين أمامك وأمامي 4-5 شركات، 6 شركات، 7 شركات اللي هم منتشرين في السوق. لكن شركات التأمين اللي موجودة في المملكة أعتقد يمكن يوصلوا 30. لو دخلت وكتبت قطاع التأمين على تداول هتجي لك شركات التأمين، لا تصدقه إلا إذا رأيته في النت، طبعا موجود. ده بالنسبة لحضرات للبنوك الإسلامية والبنوك التجارية. طب إيه هي صيغ التمويل في البنوك الإسلامية؟ صيغ التمويل حضرات في البنوك الإسلامية هي في صيغ قائمة على الملكية، صيغ قائمة على المديونية. الصيغ القائمة على الملكية زي المضاربة والمشاركة والمزارعة والمساقات. الصيغ القائمة على المديونية زي المرابحة، زي السلم، بيع السلم، الإيجار، الاستثمار. ماشي. فالتمويل القائم على الملكية حضرات زي التمويل بالمشاركة، والتمويل بالمشاركة موجود، خلي بالكم انه هو يعتبر اهم ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية، وده يقدم المصرف والعميل المال بنسب متساوية او متفاوتة جديد او المساهمة. طبعا في حضرات المشاركة، وفي المشاركة هي بالتمليك، يعني اللي هو حتى حضرات نظام السيارات يعتبر مشاركة، انه هو البنك، انت والبنك شريك، المبلغ اللي بتدفعه انت في الاول يعتبر جزء من الشركة، يعني مثلا الخمس او اقل، او حتى 1/10، والبنك بيكون دافع الباقي، كل شوية انت تدفع اقساط والبنك يتنازل لك عن الملكية، عن الملكية لحد اخر قسط تلاقي الاصل رجع لك، يعني الاصل تحول قيمته وملكيته اليك. ففي يعتبر بمشاركة منتهية بالتمليك، ودي موجودة حضرات ومطبقة في البنوك
كثير. أيضا صيغة التمويل قائمة على الملكية، أيضا المضاربة، وتعرف المضاربة على أنها شركة إيجار منتهي بالتمليك. إيجار منتهي بالتمليك، نعم إيجار منتهي. هو الإيجار المنتهي بالتمليك يختلف شوية عن المشاركة التي تنتهي اسمها الإيجار المنتهي بالتمليك هو أحد الصيغ لعملية الحصول على الأصل، لكن ده ممكن يمارسه البنك الإسلامي، ممكن يمارسه البنك التقليدي أعتقد، لكن إذا تم الإيجار وفقا للشريعة الإسلامية ماشي تمام، لكن لو كانت هناك فيه أي فائدة أو عائد على البنك ماشي أكثر من الإيجار يعني يبقى فيه، لكن الجزء الفقهي بالضبط ماشي أنا لا أستطيع أن أفتي فيه، لكن المشاركة ماشي. إيجار منتهي بالتمليك دي رقم 2 برضو أقدر أجاوبك عنها للمحاضرة القادمة يعني، أو عن طريق المنتدى، حتى لا يعني أقحم نفسي في شيء اللي هو ما أقدر أقطع فيه بالمرة. صيغ التمويل قائمة على الملكية، قلنا المضاربة والمشاركة. صيغ التمويل قائمة على الملكية برضو المزارعة وده المساقاة. التمويل بالمرابحة، خلي بالكم الحاجات المنتشرة حضرات زي المرابحة والمشاركة والمضاربة. المرابحة ده حضرات انك انت تكلف البنك يشتري لك منتج معين او سلعة معينة ويكون معروف هي قيمتها كام، والبنك يقول لك هي تمنها كام وانا هاخد ربح كام، ده واضحة، ده التمويل بالمرابحة، يعني هو يمول او يكلف لك المنتج بس يبقى متفق عليه، انا مثلا البنك ياخد 10% يبقى معروف ماشي. والمرابحة يا حضرات من ضمن شروطها ان المنتج لابد ان يتملكه البنك قبل ان تتملكه انت، يعني انت لو قلت له انا اشتري سيارة واشترى لك السيارة لابد ان يتملكها البنك، يعني ما ينفعش البنك يكلفك تستلمها من الوكيل مباشرة الا اذا كانت لابد ان تمر بملكيته، يعني بعض الحاجات اللي هي من مزايا وحلاوة الشريعة الاسلامية في التعامل. طبعا هنا التمويل بالتأجير التمويلي، التمويل بالتأجير التمويلي ده يعني يستأجر شخص شيء معين يستطيع الحصول عليها او لا يريد ذلك ويكون ذلك نظير اجل معلوم، والتأجير هنا يكتسب أهمية بالغة خاصة بما يوفره من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار، ويعتبر وسيلة مضمونة للتدفقات النقدية. ده حضرات ده التمويل بالتأجير التمويلي، يعني أنا مش قادر أجيب آلة أو ماكينة، البنك يمولها وأنا البنك يشتريها وأنا أخدها منه إيجار تمام. ده برضه أحد الصيام. ايضا التمويل بالسلم اللي هو معروف السلم حضرات اخدتوه، اللي هو البيع الفوري الحاضر الثمن لاجل البضاعه، ايضا الاستصناع ان يقوم البنك بالتصنيع، قد يكون البنك صانعا وقد يكون مستصنعا. ايضا حضرات ان شاء الله باذن الله برضو هنمر على هذا الجزء باذن الله، في احنا غالبا حضرات هنغطي ان شاء الله المضاربة والمرابحة والمشاركة والاستصناع في الجزء العملي الخاص بهذا المقرر بإذن الرحمن. في مصطلح بسيط حضرات يعني زي مصطلحين، investment حاجة بسيطة خالص، يعني investment INVEST بمعناها ايوه انا شايف حد بيكتب اهو استثمار مشكورة، شكرا 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 بسم الله ان شاء الله. طيب investing activities، المصطلح الثاني investing activities،
activate active يعني ايه؟ يبقى investing activated يعني هي مرتبطة بالاستثمار ايضا، يعني صح أنشطة استثمارية. شكرا شكرا سعودة، شكرا على، جزاكم الله خير. أسئلة بسيطة، الجزء الأكبر من الأموال في البنوك التقليدية يستخدم في الإقراض بفائدة، صح ولا غلط؟ مؤسسة مالية مصرفية تتقبل الأموال على اساس قاعدتي الخراج بالضمان، هي من غير ما اكمل المفروض تعرف انها المؤسسه يطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن الاجل البضاعه، التمويل بالمشاركه ولا بالمرابحه ولا بالسلم ولا يطلق عليه البيع الفوري الحاضر الثمن الاجل البضاعه السلم. شكرا. لا يعتبر من ضمن التمويل في المصارف الاسلاميه، يعني لا يعتبر من ضمن التمويل في المصارف الإسلامية. التمويل بالسلم ولا بال ممتازة ممتازة عريج، ممتازة. التمويل بالمقترض، نعم. لا يعتبر من ضمن التمويل في البنوك الإسلامية التمويل بالاقتراض. مثلا أهداف المؤسسات المالية الإسلامية، قالك أهداف المؤسسات المالية الإسلامية تلبية الرغبات الأساسية للفرد المسلم، ماشي، تلبية الرغبات الأساسية للفرد الاقتصادية عبر التشغيل الكامل أو الأمثل، تمام. ثلاثة، تحقيق الاستقرار والاستقلال الاقتصادي والتخلص من التبعية. في هذه الجزئية حضرات لما تيجي تبص تلاقي في الكتاب عندك في مبدأ الملكية المزدوجة الخاصة الاشتراكية، مبدأ الحرية الاقتصادية، مبدأ العدالة الاجتماعية. هل يا حضرات الشريعة تحد من العمل أو تحد من الحرية الاقتصادية؟ اطلاقا لا، انت حر بس بشرط ان تكون كل الانشطة التي تمارسها وتقوم بها في حدود وفي حدود الضوابط والقيم الشرعية، تمام. مبدأ العدالة الاجتماعية بيقول ايه هنا؟ التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي الذي بقاء باب الاسراء مفتوحا ضمن الحرية الاقتصادية المحدودة. يعني حضرات معنى ذلك ان الاسلام لا يمنع الإثراء أو الغناء أو الإثراء، لا يمنعه، ماشي، ما دام هذا تحت مظلة الشريعة الإسلامية. أيضا تحقيق التوزيع العادل للدخل، مبدأ تكافؤ الفرص رقم 4 من ضمن أهداف المؤسسات المالية. طبعا حاجات يعني نظري، تحريم الاسلام توظيف الاموال في الطرق غير الشرعيه، منع اكتناز الاموال، نهى الاسلام عن الاحتكار والرشوه، هذه بدائيات. المساهمه في بناء اقتصاد، نظام اقتصادي عالمي عادل، ده من ضمن حضرات اهداف البنوك والمؤسسات الاسلاميه. ايضا اهداف المؤسسات، اهداف المصارف الاسلاميه، يعني احنا اتكلمنا من دول حضرات اهداف المؤسسات، اهداف المصارف نفسها برضو هدف تنموي، الغاء الفايدة وتخفيض التكاليف، خلق فرص جديدة، تنمية الوعي الادخاري، العمل من اجل المحافظة على الاموال، ايضا هدف استثماري، تشجيع عمليات، ايضا اهداف مالية للمصارف الدائعة وتنميتها. اي البنك حضرات طبعا جذب الودائع سواء كان بنك يوظفها، هو وسيط مالي اصلا، مهمته استثمار الاموال، تحقيق الارباح، ايضا تقديم خدمات مصرفيه
اهداف خاصه للعمال المتعاملين معه، تقديم الخدمات المصرفيه وفقا لاحكام الشريعه، توفير التمويل اللازم للمستثمرين العايز ياخذ سواء مشاركه ولا مرابحه ولا مضاربه، توفير الامان للمودعين اللي هو الحفاظ على اموال المودعين، اهداف ايضا داخليه تنميه الموارد البشريه، ويقصد بها الموارد البشريه الموجوده داخل البنك، او ممكن يعمل تدريب في البيئه المحيطه له لبعض اللي هم اللي حاصلين على مؤهلات معينه وهكذا يعني. ايضا تحقيق معدلات نمو الانتشار في المملكه جغرافيا واجتماعيا، اهداف ابتكاريه حتى يستطيع ان ينافس البنوك الاخرى في تقديم الخدمات المتطوره. لا حضرات، من ضمن الاهداف البنوك الاسلاميه. لكن هناك بعض الانشطه المحظوره او المحرمه على المصارف الاسلاميه، تجنب التعامل بالربا، تجنب التعامل في المجالات التي فيها شبهه، تجنب التعامل في المجالات التي تؤدي الى التلوث البيئي. دي حضرات المحاضرة الرابعة من المحاضرات المسجلة. عندي ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول current account. current account معناها current account، الحساب الجاري. ممتازة ممتازة. طيب كوربوريشن، كوربوريشن، وفي بعديها مصطلح ثاني ترانسفير. دول ثلاث مصطلحات. الحساب الجاري صح، كوربوريشن اللي هي ايوه مؤسسة صح، ترانسفير يعني هنا نقل صح، بس هنا تحويل صح صح. ممتازة. أسئلة بسيطة برضو. مبدأ الحرية الاقتصادية في الإسلام يعني حرية العمل الاقتصادي والعمل على تحقيق الربح كهدف أساسي. الإجابة دي الكلام ده صح ولا غلط؟ مبدأ الحرية الاقتصادية في الإسلام يعني حرية العمل الاقتصادي والعمل على تحقيق الربح كهدف أساسي، صح ولا خطأ؟ في ناس قالت خطأ. ممتازة تمام، شكرا لكما. انتوا الاثنين صح اجابتكم، او انتوا الثلاثة صح، اللي هو الربح مش هدف أساسي طبعا، يبقى الإجابة خطأ، او هذه العبارة خطأ. المصرف الإسلامي يهدف الى تطبيق الشريعة الإسلامية و تحقيق ربح، ألف ب تنمية الموارد البشرية، جيم تقديم خدمات مصرفية متطورة، دال كل ما سبق. جميع ما سبق فعلا فعلا مشكورة فعلا. مبدأ الحرية الاجتماعية في النشاط الاقتصادي الإسلامي يعني التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي، ويعترض على الإثراء بأي نوع، صح ولا خطأ؟ السؤال الثاني يا جماعة، شكرا لكم، مشكورين يا شباب، بارك الله فيكم. السؤال الجديد اللي أنا بقول عليه أهو، مبدأ الحرية الاجتماعية في النشاط الاقتصادي الاسلامي يعني التكافل الاجتماعي والتوازن الاجتماعي، ويعترض على الاثراء باي نوع. طبعا خطا، مشكورين صح كلامكم. هو نص الاجابه، نص العباره صح ونصها خطا، فهو لما قال يعترض فبقيت خطا. وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك الى ما لا يريبك في الاقتصاد في البنوك، تعني ابتعاد البنك عن التعامل في الأنشطة، عن الأنشطة ذات الفائدة البسيطة. كل ما ذكر
شكرا لكم، أريج وسار، إجابتكم صحيحة، كل الفائدة بكافة أنواعها. شكرا لك، ممتازة والله، شكرا ميعاد، جزاك الله خير. ده بالنسبة لهذه المحاضرة الرابعة من المحاضرات اللي هم يعتبروا الفصل الأول. طبعا المحاضرات دي حضرات، والأسئلة دي اللي احنا بنعرضها، الاختبار بيكون فيه بعض الأسئلة نظري وبعضها طبعا عملي، الجانب الأكبر عملي، لكن في بداية المقدمة احنا بناخد جزء نظري، وده بيعطينا فكرة عن المؤسسات المالية الإسلامية. يعني بنقول يعني ايه نظام، فكرة كاملة او فرشة للمقرر او تأسيس للمقرر. وهذه الأسئلة حضرات بيكون منها في الاختبار، عشان برضه ما تقولوش ان احنا بناخد أسئلة نظري، لا، هذه الأسئلة هي في صلب المقرر وفي صلب المنهج. قبل ما أبدأ في المحاضرة الثانية الخامسة دي اللي هي الجديدة في المحاضرات المصورة، أي استفسار؟ أنا أرسلت لكم المذكرة على المنتدى، أكيد وصلت صح؟ نكتفي بالنظر اللي ذكر، تقصد فين الذال؟ الذال والشرط، نكتفي بالنظر الذي ذكر في اللقاء. والله انتوا حضراتكم تلاحظوا ان احنا غطينا حاجات كتيرة في اللقاء، في النظر يعني يعتبروا ما تركنا الا ما ندر يعني، تمام. لكن هو عموما الجزء اللي في الـ في الـ في النظر ده يعتبر جزء لا بأس به، لكن ان شاء الله خير، ماشي. طيب هنا اعتقد المذكرة وصلتكم صح؟ تمام، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. طيب تمام. دلوقتي ماشي يا شباب، ان شاء الله المحاضرة الجاية هنبدأ في عناصر وأهداف النظام المحاسبي في المصارف. تعرفين النظام المحاسبي عامة كمقدمة ليها، يعني النظام المحاسبي أصلا هو وظيفته الأساسية القياس والتقرير أو القياس والتوصيل. فما هو القياس المحاسبي؟ القياس المحاسبي، وأنتم كمحاسبين عارفين من أول ما بنسجل قيد اليومية، ثم نرحل إلى الأستاذ، ثم عمل ميزان مراجعة، ثم عمل حسابات تسويات وحسابات ختامية، كل ده حضراتنا بنقيس في النتيجة. عندما نصل إلى الحسابات الختامية ونعرف النتيجة ربح أم خسارة، فانتهت القياس، هنا انتهى القياس، ثم يبدأ التوصيل. يعني نعد القوائم المالية ونعرضها عن أهم الأمر، ففي هذه الحالة نعتبر احنا بدأنا في التوصيل. والنظام المحاسبي حضراته عبارة عن مدخلات وتشغيل ومخرجات. فإن شاء الله بإذن الله المحاضرة القادمة سنبدأ في النظام المحاسبي أو مكونات النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية، و نكمل إن شاء الله رب العالمين. أي استفسار؟ أي استفسار يا شباب؟ ساعدنا وخفف علينا بقدر ما تستطيع. خريجات ان شاء الله، انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
انا اقدر احكم على ان الحضور من يحضر هذه المحاضرات ان شاء الله نعتبره من الخريجات المتفوق، من الخريجين، لان الخريجين اعم من الخريجات، فان شاء الله نعتبره من الخريجين المتفوقين باذن الرحمن. والمادة المقرر لحضراته هو محاسبة واحد، ده هو مدير ودائن وقيود يومية وحسابات وإعداد حسابات. لا إن شاء الله بإذن الله، لا لا إن شاء الله بإذن الله الطاقة، إحنا يا دوب بس بننشط محاسبة واحد والمدين والدائن ونطبقها في المصارف الإسلامية، في المصارف عامة والمصارف الإسلامية، فلا تقلقوا من هذا المقرر بإذن الرحمن. من يحضر هذه المحاضرات إن شاء الله بإذن الله يعتبر إن شاء الله من الخريجين والمتفوقين بإذن الرحمن، والتزامكم وإن شاء الله بإذن الله المقرر والتقدير هيكون عند حسن